شفت؟ قلت لك أهلي وبابا ما راح يخلونا. وحيل حبيبتي، ترى كل اللي صار صدفة. لا مو صدفة محمد، كل شيء كان مخطط له. أنا بس خايفة من اللي بيسويه ثالث مرة. إذا بنخاف كذي بنضل طول عمرنا خايفين. يبا أنسى يقول لنا صار شيء خلاص. شنو أنسى محمد؟ أنسى إنه الموت حق وبيجيك بيوم من الأيام؟ هذه عصيدة عمتي عليا. ها ايش فيك حلوة؟ كل شغلك بالمقلوب؟ علي لحقتك المطبخ؟ عمتي بسم الله عليك. ها فيك شيء؟ لا تخرعيني عليك، صار عقلك ولا شنو؟ انا عمتي عليا وما شفتها. شنو؟ اي لا يكون راحت حق جبر وسوي فيها شيء. ركضي ركضي سألي عمك ابو سعيد. خير عمي، عليا وينها؟ عليا وينها؟ انا ايش دراني عليا وينها؟ مو موجوده في البيت. علي يمه وين رحتي؟ انتي وين كنتي؟ ما عندك ولي؟ عليا شو اللي مطلعك هالحزه؟ ما تحكين؟ سليمة الدايم زنوبة هي اللي طلعتني. انت ايش تخربطين؟ ايش قاعدة تقولين؟ وانت بالغفار يا يبا عيل، قل ليش سوت هالسوات؟ ليش حرقت نفسها؟ ليش باعت الدنيا هالنمونة؟ علي يمه يسلم عمرك، من اللي قاس عليك بهالحكي؟ ايش قاعدة تقولين؟ كان مكتوب علي المصايب تطيح على راسي واحدة ورا الثانية. منو كان يصدق ان هاليوم هذا بيجي؟ انت يا ابو سعيد اللي جبت مثل هاليوم وبعدك ما اكتفيت، من يبت مثل هالايام؟